أستاذ محسن اتفضل معايا. أستاذ محسن، أستاذ محسن حضرتك معايا؟ معاك. اتفضل، طلبك ايه يا فندم؟ اللي هي اللي بيقدموها ديت تبقى سهله، تبقى سهله للفلاح اللي زي حالتي يروح يجيبها سهله. راح بنفس الطب البقر حاولوا بنفس الزراعه، حاولوا الاداره الزراعيه وطولت موال الخرباء. بقول لك ايه يا محسن؟ يا نعم. تعرف توطي التلفزيون الاول؟ انت حضرتك بتتكلم على التقديم للعجلات العشار اللي هي بالقسط صح؟ ايوه. رحت قدمت فين او سالت فين؟ انا سالت في مديريه الزراعه، قالوا لي روح الاداره الزراعيه، روح مديريه الزراعه. رحت الاداره الزراعيه قالوا روح مديريه الزراعه، مديريه الزراعه قالوا احنا بنرخص بس. لا انت رحت امتى؟ المفروض ان انت بتروح اداره الانتاج الحيواني في الاداره الزراعيه او في مديريه الزراعه، اداره الانتاج الحيواني. ما انت علشان تاخد الخدمه لازم تروح المكان الصح. فانت فين بالظبط؟ مكانك فين؟ انا في محافظه البحيره، مركز شبرخيت. في شبرخيت. تمام. بكره ان شاء الله هتروح للاداره البيطريه اللي موجوده عند الوحده البيطريه، او هتروح الاداره الزراعيه تسال على مدير الانتاج الحيواني. في حاجه اسمها هناك مهندس، ده ماسك مسؤول عن الانتاج الحيواني. قول له ايه الشروط اللي عندكم، هيوري لك استماره هتملاها، هي دي الطلبات وهتلاقيها موجوده هناك. لو ما حصلش عكس كده الاعداد هيكلمك بكره برضو يعرف عملت ايه، هتابع معاك تاني لغايه لما تقدم الطلب بتاعك. ماشي يا باشمهندس. تمام، بشكرك يا استاذ محسن.